انا عمرو سلطان، مهندس خريج 90. انا ستراكشر انجينير. اول ما اتخرجت كنت بعمل ماستر في الكليه، وبعدين اشتغلت في ديزاين فيرم محترمه جدا. بعد سنه وبدايه الماستر وكده مش عاجبني اللي انا بشتغله، فسبت. والحقيقه ان انا انضميت لسبور من سنه 92. مهندس احمد سبور هو التشيرمان بتاعنا. في الاول رحت ان انا سايت انجينير، بعد شويه برضو مش عارف، مش راكبه. اعتقد انه بدل ما يرفدني هو دخلني على، كان بدايه موضوع احنا في اوائل التسعينات كده في الوقت ده، فما فيش اكشولي حاجه اسمها بزنس ديفلوبمنت ومبيعات وماركتنج. الحاجات دي بتبقى لسه مبنيه جديد في جوه الشركات، فكان ده التاسك بتاعي في الشركه. فكانت بدايه ان احنا بنعمل مبيعات، نعمل الماركتنج ديبارتمنت، نعمل بزنس ديفلوبمنت، ونعمل دراسات الجدوى بتاعه المشاريع. فده اللي لقيت نفسي فيه اكتر، او هو كان شايف الرؤيه دي. ف whatever it is، الناس عرفتنا من 190، لانه 190 احنا اول ناس تجيب بدبليو في مصر. هو ميكسد يوز ديفلوبمنت زي ما المفروض يكون موجود، انه حضرتك لو رحتي بعربيتك المكتب فتعرفي تخشي وتوصلي وتركني عربيتك. فحتى اللي جاي ببابليك ترانسبورتيشن حلله ازاي يخش لغايه جوه فيري سيف انفايرمنت، انه يخش لغايه مكتب. لو هو في مكتبه عايز جيم هيلاقي، هينزل في البريك يقدر. لو في ريتيل، لو عايز يتمشى للبارك، لو عايز عنده بيزنس ميتنج في الاوتيل، يقدر يعيش اليوم كله في مكان واحد وبعد كده يقدر يتحرك من المكان. انما احنا عندنا تشالنج كبير. احنا عندنا مشاركه على مشروع 600 فدان ناحيه شمال القاهره، قريب قوي من جي دبليو ماريوت، بعد جي دبليو ماريوت بحوالي كيلو او حاجه. ده المشروع ضخم. وبعدين المشروع فيه جزء سكني، في وقت السكني او الريزيدنشال محتاج ان انت لازم تكون يونيك شويه علشان الناس تقدر تفكر فيه. التشالنج انت ايه اللي هتعمله جديد في حاجه في ناس كتير بتشتغل نفس الموضوع. هو ستيت اسم المشروع، هو ده البيبي الجديد، فدايما كل الناس بتركز معاه، فده اهم حاجه احنا بنعملها دلوقتي. وان شاء الله قريب باذن الله تفاصيل كتير هتبقى موجوده عنه. لازم يكون باشنت، لازم تكون عندك ethics of business، عندك development لنفسك وللحاجة اللي انت بتعملها كويس قوي. لازم تكون عارف اللي انت بتعمله، دايما بصص على نفسك متأكد ان انت بتقول الصح بتكمله، والغلط بتحاول يعني تكتشف غلطاتك. يعني very simple وجهة نظري، معرفش صح ولا لا، ان CEO عنده دور رئيسي. هو مسؤول ان الناس تشتغل in harmony وفي نفس الدايركشن اللي انت بتقول عليه. تيم ورك بين الناس مهم جدا. اتاكد ان الاجواء اللي انت حاططها جوه مريحه وانها تساعد الناس انها تشتغل. ورابع حاجه الاكاونتابيلتي، لانه ما ينفعش حد يكون بكل ده ولا يسأل عن الحاجه اللي هو بيعملها.